الطابعة العادية والطابعة ثلاثية الأبعاد. إيش تفضل يا أستاذ مضاء؟ أنا متوقع نتيجة يعني في بالي، بس أنت إيش اللي تفضل أكثر؟ أنا أحب أصنع المنتجات، أو أحب لما أشوف صورة شيء في الإنترنت أحب أمسكه في يدي، فأفضل الطابعات ثلاثية الأبعاد. أها طيب، أنا الآن هذا التصميم من تصاميمك الآن يعرض للمشاهدين الكرام، هذا التصميم من تصاميمك، أو اشرح لنا هذا التصميم إيش هو؟ هذا التصميم كان عليه، كان في مسابقة الأولمبياد الوطني للحاسب الآلي. اي كان مسوي مسابقة على تصميم شيء مفيد يعني. طيب هذا ايش هو؟ ايش الفائدة فيه؟ هذه المزولة الشمسية اللي هي الساعة ايام زمان. هي ساعة معقدة كانت تعتمد على الظل من الشمس يعني. اي اي وسيق المزولة يعني تتوجه على الظل، يعني ظل الشمس على جهة الظل. اي فتصميمها كان معقد جدا، المزولة الشمسية حقت القدماء او اللي كانوا يستعملوها اساسا تصميمها جدا معقد يعني. اي فانا بسطت التصميم في تقريبا ثلاثة قطع اساسية. هذه هي الحين؟ هذه اي. طيب كانت القاعدة البرتقالية اللي هي باللون الاصفر والبرتقالية. اي القاعدة اللي هي مع المنقل اللي فوقها اللي الرمادي. اي اللي تبين لك درجة ميلان المزولة. ايوه والثالثة اللي هو الابيض هذا. والقطعة الثانية اللي هو الأبيض مع السهم اللي جوته، والثالثة اللي هو القطعة الرمادية المتصلة في الأبيض. هذه اللي هي الساعة. السهم تكون يكون الشمس عليه. أيوة. وظل السهم يصير ينزل على على القطعة هذه المتصلة اللي هي نص دائرة بالقطعة البيضة يكون فيها أرقام هي، ويصير تعرف الساعة. ما شاء الله، يعني الآن هاي تتحرك ولا هي ثابتة؟ قطعة ثابتة؟ هي ثابتة، بس أنت لما تستعملها مع الشمس تتغير. مع الشمس تتغير الساعة فيها. يا سلام. طيب نعود لموضوعنا، أنت الآن تفضل التصاميم أو الطابعة ثلاثية الأبعاد. أكيد. طيب ما الحين العامة من الناس ما يحتاج طابعة، إيش ثلاثية أبعاد وإيش مدري إيش؟ أنا أبغى طابعة بالي أوراق، عندي واجبات في المدرسة وما في الأبعاد ومدري إيش وهذا. لا بالعكس، لانه لما يكون عندك طابعه ثلاثيه الابعاد بدل ما تشتري اي شيء من برا يصير تطبع في البيت على طول. يعني مثلا خلينا نقول لو انك تبغى علاقه لاي حاجه. علاقه؟ ايوه مثلا خلينا نقول علاقه ملابس مثلا. لا مو ملابس، ممكن نقول علاقه للاشياء للمفاتيح مثلا. ايوه او تعليقات للمفاتيح. ايوه بدل ما تروح تدور مثلا على في كل المحلات على الشكل اللي يعجبك. او احيانا ما تبغاه، احيانا تكون يعني كبير او صغير. ايوه صحيح. فعلى طول يعني تفتح الكمبيوتر تكتب فيها اسمك حتى يعني بسهوله، ما يحتاج نحت واشياء زي كذا يعني. ايوه بس طيب الحين هذه الاشياء نادره ما تحصل، انا خلاص يعني الواحد يمشي بالاشياء اللي برا ويسويها وخلاص. احنا ابغى طابعه تطبع لي الاوراق، احتاج مثلا مجسم او مخطط انا ارسمه على هذه الورقه وخلاص اطبعه وتجيني في ورقه صغيره، وحتى مجسم كبير كيف اشيله؟ الاوراق خلاص تحطها في ملف سهل التنقل. الاوراق استخداماتها مختلفه عن البلاستيك الطابعات ثلاثيه الابعاد، وغير كذا الطابعات ثلاثيه الابعاد ما هي حاجه بس تمشي بها، طابعات ثلاثيه الابعاد اشياء ممكن تحتاجها انت يعني مثلا، او اشياء ممكن توفر عليك يعني اشياء ممكن تدفعها تكون غاليه. يعني خلينا نقول مثلا لو انك عندك زي الموتور الصغير خلاص الطابعه ممكن تسوي مطار. هي ممكن تسوي، بس انا اديك المثال يعني. ايوه ده الموتور فيه ترس صغير جوته انكسر. طيب تروح للشركه او للجهه اللي انت اشتريت منها الموتور يقول لك ما نبدل لك الصغير ده، تشتري واحد كامل خلاص. ايوه خلينا نقول قيمته 5000 خلينا نقول. فانت بالطابع يعني في ساعه واحده تكون قست ابعاد القطعه والقطعه وتصممها عن طريق الكمبيوتر، يعني كل الموضوع ما ياخذ الا ساعه يعني. خلاص تطبعها وتشتغل تمام واحسن من قبل كمان. طيب سعر الطابعه هذه يختلف عن الطابعه العاديه، وايش الفرق بين السعرين يعني؟ الطابعه العاديه هي مصممه الاوراق بالحبر فقط. اما الطابعه الثانيه لا، يعني هي ثلاثيه ابعاد فيها لها حبر خاص اللي هو مصنوع من البلاستيك. فالبلاستيك ينصب في طبقات لين يطلع معاك المنتج. الاسعار اكيد الطابعات العاديه ارخص لانها ما تسوي لك اشياء انت تمسكها، صور بس يعني. ايوه لكن اسعار الطابعات الثلاثيه الابعاد الجديده دحين كل فتره طبعا جالسه تقل وتطلع للناس اسهل. أي كل فتره تقل قيمتها.
فالحين ممكن تشتري طابعه جودتها حلوه وممتازه تبدا من يعني حوالي 500 ريال الى طابعات 30 ابعاد. اي 30 ابعاد ب 500 ريال. تسوي لك اللي تبغاه. وطيب لو حفظتها مثلا هل في حراره تخرب او الطابعه هذه يعني لانه فيها مواد بلاستيك وكذا؟ ايه لا الطابعه تكون عباره عن حديد غالبا فالطابعه ما عليها مشكله. المواد البلاستيك لها طرق حفظ معينه وهي تجي معاها يعني العلب حقت الحفظ تجي فيها نفس الماده فانت ما تخاف عليها يعني هي تنحفظ في نفس علبتها. طيب هل تنصح الناس العامه اللي ما تحتاج اشياء يشتروا زي هذه الطابعه؟ اكيد يعني الناس اللي ما عندها مثلا زيك ما شاء الله تبارك الله. شوف اورينا اشياء ثانيه نذكر المشاهدين فيها. اعطيني الثلاثه نشوفها. هذه الاشياء بس الحين هذا المقص الموفي هل يستخدم فيه ولا زي الملقاط يعني ممكن يقول؟ هذا في البدايه يعني انا صممته بس عشان اعرض للناس كيف انه يمديك تطبع قطع متحركه في في طباعه واحده يعني بدون ما تجلس تركب قطع يعني زي كذا ها؟ ايه بس الفكره الاساسيه منه انه اي الفكره الاساسيه منه اني اوري الناس كيف انه يمديك تركب التروس في بعض فيمديك بناء عليه يعني تخترع اشياء كثير يعني قطع مبنيه على نفس طريقه التروس المركبه. هاي ممكن تتفك هذه تتفك فك الحين؟ تتفك فك الصعبه شويه يعني لانها مطبوعه قطعه واحده. ما شاء الله. وهذه قلت لنا عليها زي حامل الجوال. ايوه هذا تطوير بينه ومجموعه شباب يعني. مصممين يعني جالسين نحاول نوصل نصمم حامل الجوال يكون بحجم بطاقة البنك أو البطاقة فإنه ينحط في المحفظة. هذا حن من النماذج الأولية لسه يعتبر حجم كبير. كبير حتى عريض شوية. أيه. كبير. لأنه لسه يعني جالسين نطور في الأحجام. أيه. إنه كيف الطابعات ودقتها يعني. طب ورينا الجمجمة هذه. هذه جمجمة تكون زينة يعني سويتها زينة. بس أنا فهمت إنه يعني هذه في الأساس كانت كذا. بعدين الطابعة تطبع مستوى 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 لما يوصل لفوق. اي الطابعة تبدا تطبع القاعدة من تحت. اي بعدين بعدين تبدا تطلع طبقة بعدين تطلع طبقة بعدين تطلع طبقة. بس تاخذ وقت يعني هذه كم تقريبا اخذ وقت عشان تطبع المجسم كامل؟ هي من عيوب الطابعة ايوه انه شوية الوقت يطول. اي يعني هذا يمكن اخذ فوق 5 ساعات. اوه تقعد الطابعة تشتغل على طول يعني؟ على طول بس انت يعني ما تفرق معك اذا اي ما تقعد معها. هي اذا بدات الطباعة بشكل ممتاز خلاص الباقي على الطابعة يعني ما يحتاج تسوي شيء. والله مش يعني فيها تفاصيل واضحة جدا الدقة فيها. ف الصراحة يعني مجال جميل الصراحة اليوم تعلمته معك يا استاذ مضاء. الله يعطيك العافية. جزاك الله خير يعني استمتعنا معك جدا في هذه الحلقة.